السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح الفاينل ريفيجن أو المراجعة النهائية ليونت 3 أو الوحدة الثالثة من منهج كونكت، منهج برايمري 1 أو الصف الأول الابتدائي، والمنهج ده خاص بالعربي وتجريبي اللغات. وإحنا شرحنا في المرتين اللي فاتوا الفاينل ريفيجن ليونت 1 والفاينل ريفيجن ليونت 2، وحلينا امتحانات على الوحدتين دول، والنهارده هنحل امتحان على الوحده الثالثه وهنشرح الملخص الخاص بيها علشان خاطر يبقى سهل عليكم تذاكروها وتحلوا اسئلتها بسهوله. وقبل ما نبتدي في الشرح، اتمنى انك تشارك الشرح ده مع اصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، وعشان تكتب ورايا الملاحظات وتعرف تتدرب على الاسئلة بشكل سليم. وزي ما احنا شايفين، اول حاجة يونت 3 او الوحدة التالتة، this is me، هذا انا، this is احنا عرفناها المرة اللي فاتت، يعني هذا يكون me انا، this is me هذا انا. الwords اللي هي الكلمات، والphonics اللي هي اصوات النطق الخاصة بالحروف. اول حاجة me يعني انا، my يعني ملكي، ear يعني اذن، ear يعني اذن، mouse يعني فم، nose يعني انف، hand يعني يد، eye يعني عين، eye يعني عين، neck يعني رقبة، teeth يعني أسنان، teeth يعني أسنان، والمفرد بتاعها tooth يعني سنة، hat يعني قبعة، hat يعني قبعة، nuts يعني مكسرات، touch يعني يلمس، let's يعني دعنا، و be يعني يكون، be يعني يكون، و clean يعني نظيف. ودي الكلمات او الwords and phonics الخاصة بunit 3. ونتنقل للaction and sentence. الaction and sentence يعني الافعال والجمل. الaction and sentence الافعال والجمل، وازاي نكون جملة فيها فعل معين عن طريق استخدام الكلمات اللي احنا حفظناها لحد ما وصلنا للوحدة دي. فعندنا الجملة الاولانية touch your nose. touch your nose يعني المس انفك، touch your nose. الكلمة التانية let's be clean. let's be clean يعني دعنا نكون نظيفين. let's be clean دعنا نكون نظيفين، clean يعني نظيف. وبكده نكون انهينا page number 1 في ال final revision الخاصة بunit 3، ونتنقل على page اللي بعد كده. ونوصل للجرامر تايم اللي هو وقت الجرامر. يونت 3 فيها الجرامر مختص بأسماء الإشارة للقريب والبعيد، اللي هي أدوات الإشارة، اللي هو هذا للقريب وهذا للبعيد، وهؤلاء للقريب وهؤلاء للبعيد. هذا للقريب اللي هي this THIS، هذا للبعيد اللي هو that THAT، هؤلاء للقريب اللي هي these THESE اللي هي جمع هذا، وللبعيد this THOSE للبعيد for far objects او للاشياء البعيدة. يبقى لما بيبقى عندنا حاجة قريبة مننا عايزين نقول عليها هذا بنقول عليها this. طب لو حاجة بعيدة وعايزين نقول عليها هذا بنقول عليها that. لو عندنا مجموعة أشياء في المكان قريب مننا عايزين نقول عليها هؤلاء نقول عليهم these أو هذه الأشياء. لو عندنا مجموعة أشياء بس بعيدة عننا بنشاور عليها وهي في مكان بعيد بنقول عليهم those. وزي ما احنا شايفين هنا this للمفرد، these للجمع في الحاجات القريبة، that للمفرد، و those للجمع للحاجات البعيدة. ونوصل الأمثلة اللي بتوضح لنا استخدام أدوات الإشارة للقريب والبعيد near and far. This is book. This is book يعني هذا كتاب، والكتاب هنا في مكان قريب مني أنا بشاور عليه هو في مكان قريب مني. These
are books، وهنا is بتيجي مع المفرد زي ما احنا عارفين، و are بتيجي مع الجمع. These are books، يبقى هذه كتب، و these هنا للقريب ايضا في مكان قريب. انا بقول هذه هي كتب، او هؤلاء كتب، او هذه كتب، هذه هي كتب في مكان قريب مني بشاور عليها وهي قريبة مني. That is book، هذا كتاب، والكتاب هنا في مكان بعيد عني، و that هنا للمفرد، that is book. Those are books، those are books، هذه كتب، وهذه كتب هنا في مكان بعيد عني فبشاور عليها وبقول those. تمام، الـ exercises أو التدريبات على الكلام ده بتوضح لنا أكتر الفكرة أكتر، ونوصل للـ question الأولاني، وهو بيقول this ولا these ولا those is my pen. هنا this للمفرد القريب، these للجمع، these للجمع القريب، those للجمع البعيد. is my pen. مين شاطر هيرد عليا؟ رد عليا يا عبد الرحمن. this is my pen. this is my pen. هذا هو قلمي، هذا هو قلمي، يبقى this is my pen. طب ال question التاني، what are، هنقول this ولا those ولا that. are هنا للجمع، هنا this those that. what are a، جاوب عليا يا عبد الله. زوس. What are زوس؟ شاطر زوس، لأنها جمع، وهنا زيس مفرد هذا للمفرد القريب، وذات للمفرد البعيد، هذا للمفرد البعيد. ال question التالت، زيس ولا زيس ولا زوس are my bananas. زيس ولا زيس ولا زوس are my bananas. هنقول ايه؟ وجاوب عليا يا أحمد، قولي. These are my bananas. These are my bananas. هذه الموزات الخاصة بي أو الموز بتاعي، وقلنا these لأن احنا بنشاور على حاجة قريبة مننا. Are جمع، my bananas الموزات بتاعتي. ونتنقل على البيج اللي بعد كده، ونوصل للإجزام الخاص بيونت 3 أو الامتحان اللي معمول على يونت 3. وأول نوع من أنواع الأسئلة زي ما احنا عرفنا قبل كده هو write the following word. write the following word يعني اكتب الكلمة التالية، وهو مديك مجموعة صور وبيقولك اكتب اسمها ايه. فعندنا هنا اول صورة هي فيها رقم، وعندنا تاني صورة فيها طبق وفي طعام، وعندنا تالت صورة فيها ايدين، وعندنا رابع صورة فيها مكسرات. عايزين نعرف اول صورة اللي هي صورة الرقم ده خاصة برقم كام. مين يقدر يقولي؟ 5 F-I-V-E. شاطر، 5 F-I-V-E اللي هو رقم 5. 5 شاطر، F-I-V-E. وأول صورة كانت number 5، والصورة الثانية فيها صورة يدين. يدين، مين الشاطر اللي هيقول عليا؟ رد عليا يا جودي، تقدر تقولي لي يدين يعني ايه؟ hands. hands شاطرة، hands spelling بتاعها H-A-N-D-S. hands H-A-N DS hands. الكلمة التالتة أو الصورة التالتة هي صورة طبق فيه سلطة. مين يقدر يجاوب عليا ويقول لي؟ رد عليا يا رودينا. سالاد. سالاد شاطرة. السبيلنج SALAD. SALAD شاطرة. سالاد يعني سلطة. وآخر صورة فيها صورة مكسرات. ومكسرات يعني إيه؟ رد عليا يوسف، مكسرات يعني إيه؟ nuts N-U-T-S. nuts N-U-T-S شاطر، nuts N-U-T-S يعني مكسرات. وبالتالي كده حلينا أول نوع من أنواع الأسئلة، ونتنقل على question 2 اللي هو act as instructed. act as instructed يعني اتبع التعليمات، نفذ التعليمات، تحرك على أساس التعليمات اللي هتتقالك. أول حاجة ممكن يقولك عليها المستر أو المس في الإجزام وهو بيسألك في الجزء ده، هيقولك مثلا touch your mouse. touch your mouse يعني المس فمك، فانت زي الشاطر هتحط ايدك على بقك وتبقى touch your mouth. تاني جملة ممكن تتسألك في السؤال ده clean your hands. clean your hands يعني نظف يديك. نظف يديك يعني انت ممكن تعمل نفسك بتنفض ايدك في بعضها، وبالتالي تبقى كده انت clean your hands. واخر حاجة touch your hair.
touch your hair يعني المس شعرك، يبقى تحط ايدك على شعرك وتبقى touch your hair، وكده اجابة صحيحة. نقل question 3 وهو supply the missing letter. supply the missing letter او اكمل الحرف الناقص، واول كلمة هي كلمة nose وهي ناقصة حرف n dots s e. مين يقول لي الحرف الناقص هو مين؟ رد عليا كده وقولي لي يا نهى. او nose n o s e o. شطرة. طيب تاني كلمة وهي كلمة teeth. teeth يعني أسنان وهي ناقص حرف t dots e t h. رد عليا كده وقول لي يا مصطفى. الحرف الناقص هو حرف ال e. شاطر. teeth t e e t h. تالت كلمة هي كلمة hat. hat يعني قبعة وهنا هي ناقصة حرف h dot t. مين يقدر يرد عليا؟ رد عليا وقولي لي يا نورة حرف الناقص هو حرف ايه؟ حرف ال A H A T يعني هات يعني قبعة. رابع كلمة اللي هي كلمة مكسرات أو nuts ناقص حرف N dot T S. مين يجاوب عليا ويقول لي الحرف الناقص هو إيه؟ رد عليا وقول لي يا أحمد. الحرف الناقص هو حرف اليو. اليو N U T S اللي هو nuts مكسرات. خامس كلمة اللي هي كلمة نك أو رقبة وهي ناقص حرف. مين شاطر اللي يقول لي حرف إيه؟ أنا. حرف السي N E C K. وشاطرة، شاطرين كلكم. وآخر كلمة اللي هي كلمة I أو عين وهنا ناقص حرف E Y. ومين يقول لي؟ قولي لي يا سما. E. E حرف الإي. شاطرة. A Y E يعني عين. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. نوصل لل question 4 أو السؤال الرابع وهو بيقول choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. أول جملة هنا these or this or that. هنقول these ولا this ولا that are my that book. كتب أبويا. that box كتب أبويا. فهنا بيقول لك دي كتب أبويا. هنقول عليها these ولا this ولا that. قولي لي يا دارين. these. زيس هذه كتب أبويا. وزيس هنا للقريب، الجمع القريب، أداة إشارة للجمع القريب زيس. ونتنقل الجملة اللي بعد كده what is زيس ولا this ولا زيس ولا زوس. what is، is هنا للمفرد. مين هيقول لي؟ قول لي كده يا يوسف. this. what is this، ما هذا؟ هذا لأن هذا this بتيجي معها this أو that للقريب أو البعيد، وهذا للمفرد. الجملة الثالثة this is dot I ولا me ولا my. this is what، هنقول إيه؟ رد عليا يا ملك. this is me. this is me. شطرة. this is me يعني هذا أنا. this is me. me هنا بمعنى أنا. الجملة اللي بعد كده touch dot eyes. touch me ولا touch your ولا touch I. مين يقول لي؟ قول لي كده، قولي لي كده يا بسنت. your. touch your eyes المس عينك. شاطرة، كلكم شاطرين وحلوين. الجملة اللي بعد كده this is dot's mouse. this is me ولا my ولا I. قول لي كده يا أدهم. this is my mouse. this is my mouse. شاطر. this is my mouse يعني هذا فمي. الجملة اللي بعد كده I hear with my eye ولا mouse ولا ear. أنا بسمع بإيه؟ eye ولا mouse ولا ears. I hear with my eye ولا mouse ولا ears. بسمع بعيني ولا بفمي ولا بودني؟ قولي لي كده يا عائشة. ears. ears. شاطرة. ears يعني أذناي أو أذاني. وآخر جملة في ال choose هي let's dots. let's dots is ولا we ولا be clean. let's a. مين هيرد عليا ويجاوب؟ قولي لي كده يا لوجين. be. Let's be clean. خلينا نضاف، خلينا نضاف وحلوين. نوصل للسؤال اللي بعد كده أو question 5 وهو بعنوان listen and answer. listen and answer يعني استمع وأجب، وبين قوسين yes يعني نعم and no يعني لا. فإحنا بنشوف بنقرأ الكلمات أو بنسمعها ونشوف الصورة مطابقة ليها ولا لا. فأول حاجة، أول جملة it is a nose. هذه هي أنف. في هنا في الصورة صورة أنف فعلا، يبقى المفروض هنكتب هنا yes ولا no. مين يجاوب عليا؟ رد عليا كده وقول لي يا مينا. yes. yes. yes يعني صح، نعم، لأن فعلا في صورة nose، يبقى هنكتب هنا yes. تمام، الإجابة صحيحة. طب هنا
Is it an orange? إنها برتقالة. وفي هنا طبق موجود فيه سلطة. هيبقى ده yes ولا no؟ ردي عليا كده يا ملك. No، لأ فعلا، لأن هي هنا الصورة مش متبقى للجملة. Can it see؟ Can it see يعني تستطيع أن ترى. Can it see؟ تستطيع أن ترى. وهنا في صورة عين، في صورة eye. يبقى ده yes ولا no؟ مين هيرد عليا؟ رد عليا كده وقول لي يا علي. Yes. Yes، ليه؟ لأن هي عين فعلا فهي بتشوف. رابع جملة اللي هي Is it an eye؟ هذه هي عين، وهنا في صورة hand، في صورة يد، يبقى yes ولا no؟ ردي عليا كده وقولي لي يا رودينا. No. No، yes، no، لأن فعلا هي صورة ايد وهو بيقول لك دي عين، فهي كده no، صح، إجابة خاطئة. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. ونوصل لآخر بيج في الإجزام. وقبل ما نشرح آخر جزء أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونذاكر مع بعض أول بأول. ونوصل لquestion number 6 أو السؤال رقم 6. Would one word out أو احذف الكلمة المختلفة. Would one word out، احذف الكلمة المختلفة. وعندنا هنا بيديك جمل وبيبقى فيهم كلمة مختلفة عن بقية الكلمات. هنشوف الكلمة المختلفة ونحذفها. أول حاجة red، nose، blue، black. red يعني أحمر، nose يعني أنف، blue يعني أزرق، black يعني أسود. إيه الكلمة المختلفة هنا يا حبايبي؟ هنا مجموعة ألوان وفي وسطيهم كلمة مختلفة. تقدري ترد عليا وتقولي لي يا كريستينا؟ nose. nose، لأن nose هي أنف، وأنف مش لون من الألوان، هي مجموعة ألوان وفي وسطهم كلمة مختلفة، يبقى هي nose اللي هي أنف اللي هي الكلمة الخاطئة ونحذفها. تاني جملة اللي هي أو تاني مجموعة كلمات اللي هي hand يعني يد، bag يعني حقيبة، face يعني وجه، nose يعني أنف. hand، bag، face، nose. مين الشاطر اللي هيقول لي الكلمة المختلفة من الكلمات دي؟ تقدر ترد عليا وتقول لي يا عمر؟ باج. باج ليه؟ لانها مش عضو من اعضاء الجسم. الهاند اللي هي عضو اليد، الفيس الوجه، النوز الانف، لكن الباج حقيبه هي الكلمه المختلفه، يبقى هي الكلمه الغلط. ثالث مجموعه كلمات هات يعني قطبعه، هير يعني شعر، هاند يعني يد، ناتس يعني مكسرات. مين يقدر يقول لي الكلمة المختلفة هنا؟ هوت hand، hat يعني قطبعة وهي بتبدأ بحرف ال h، hair يعني شعر وهو بيبدأ بحرف ال h، hand يعني يد وهي بتبدأ بحرف ال h، وآخر حاجة nuts اللي هي مكسرات. مين يقدر يقول لي الكلمة المختلفة ايه؟ nuts. nuts، شاطرة. nuts يعني مكسرات، وهي الكلمة المختلفة ليه؟ لأن هي الكلمة الوحيدة اللي ما بتبدأش بحرف ال h، وهنا نعمل عليها اكس او هنحذفها. وبكده نكون انهينا الكويشن ده. ونوصل لكويشن نمبر 7. match the correct words يعني وصل الكلمات الصحيحة. وهو مدينا هنا في النص اختيار this is او هذا يكون، وهذا يكون للقريب لانها this is، لو كانت that is يعني هذا يكون للبعيد. this is وهنوصل بيها الكلمات الصحيحة موجودة عندنا. وعايزين نعرف ان this بتيجي للمفرد وليس للجمع مرة تانية. فهنا عندنا a hat، this is a hat، hat يعني قطبعة، this is an ant، an ant يعني نملة، cars يعني سيارات وهي فيها اس الجمع cars سيارات، في عندنا balls يعني كرات، balls يعني كرات، في عندنا stars يعني نجوم، stars يعني نجوم، we a book يعني كتاب. يبقى ينفع نقول this is a hat فعلا، ليه؟ لانها مفرد ونقول هذه هي قطبعة. this is an ant ينفع نقول this is an ant لانها هذه هي نملة ودي مفرد، ممكن اشاور على النملة قدامي واقول this is an ant. ينفع نقول this is cars، cars سيارات، احنا قلنا هذا يكون this is للمفرد وcars هنا جمع، يبقى مش هينفع نوصلها بcars. this is balls ينفع نقول this is balls، هذا يكون كرات، ده مش هينفع لان balls كرات جمع، وهو احنا هنا بنشاور على حاجة مفردة واحنا هنا بنشاور او بنشير لحاجة مفردة. ينفع نقول this is stars، هذه نجوم، هذا نجوم، لا مش هينفع لان this is بتيجي للمفرد بس.
لكن ينفع نقول this is a book، هذا يكون كتاب واحنا بنشاور على كتاب لأنه هو مفرد واحنا بنشاور عليه. وبكده نكون انهينا ال question number 7 ونتنقل ل question number 8، وده اخر question في الامتحان، وهو circle one odd out، يعني ضع دائرة حول المختلف، حرف مختلف من الحروف دي هيكون مختلف فيهم. هو بيديك هنا مجموعة حروف في كل صف، المجموعة دي لو كانت كابيتال كلها وهتلاقي في وسطهم واحد سمول، هو ده الأود أو المختلف فيهم واللي لازم هو ده المختلف فيهم واللي لازم ايه نحذفه، ولو كانت كلها سمول وفي وسطهم واحد كابيتال يبقى لازم نحذف الكابيتال ده لأن هو المختلف ونحط حواليه دايرة. وأول صف فيه ال H أو حرف ال H كابيتال، حرف ال R كابيتال، حرف السي سمول. ايه المختلف هنا يا حبايبي؟ قولي لي كده يا معي. سي سمول. سي سمول لانها سمول فعلا والباقي كابيتال، فنعمل حواليها سيركل زي ما هو طالب مننا. عندنا هنا الجي والاي والتي، مين يقدر يقول لي الحرف المختلف هنا حرف ايه؟ قول لي كده يا محمود، حرف ايه المختلف هنا؟ حرف التي كابيتال. التي كابيتال، شاطر. واخر مجموعه حروف الار كابيتال والبي سمول والان سمول، تقدري تقولي لي يا جودي ايه هو الحرف المختلف؟ ار كابيتال. ار كابيتال، شاطره. الار كابيتال لان هو الحرف المختلف والباقي سمول. وبكده نكون انهينا الشرح وانهينا الفاينل ريفيجن الخاصه بيونت 3. وقبل ما نختم احب اعرفكم واقول لكم ان واحب اعرفكم ان ملزمه المراجعه النهائيه وملازم المراجعه النهائيه اللي شرحناها المرات اللي فاتت موجوده على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، وهي قناه فلاش التعليميه، والرابط موجود في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. يا ريت تنزلها وتحلها بنفسك وتتدرب على اللي احنا شرحناه. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهارده. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومه وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب، وخليك متاكد ان في حد غيرك محتاج المعلومه وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر اي حاجه بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.